السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني عشر لمادة المهارات الموسيقية. درسنا اليوم بيتكلم عن مقطوعة موسيقية من العصر الحديث، والمقطوعة دي بتجينا في اختبار على شكل تحليل. هنتعرف على المقطوعة، ازاي نحللها، وازاي نعرف السلم، ازاي ان احنا نقدر ان احنا نتعرف على قراءة هذه المقطوعة قراءة صلفائية. مبدئيا المقطوعة اسمها Old French Song لبيتر تشايكوفسكي، وده روسي الجنسية، وولد سنة 1840 وتوفي سنة 1893. المقطوعة زي ما احنا شايفين بعد مفتاح صلب مباشرة بنلاقي فيه علامتين متكررات، العلامات دي بتسمى دليل السلم. ازاي نتعرف على دليل السلم؟ هنتعرف عليه من خلال دائرة إما الديزات أو دائرة البيمولات. لو هو موجود في الديزات يبقى ده دائرة الديزات. طيب أنا دلوقتي عايز أعرف السلم ده إيه. سلم عندي فيه منه نوعين، سلم كبير وسلم صغير. السلم الكبير دايما عشان هو كبير عامل زي الأب اللي بينظر لابنه، بينظر لابنه، هو الأب طويل والابن صغير، فبالتالي بينظر فيه للأسفل، يعني ممكن نقول عليه للخلف، يعني بنرجع للخلف. تعالوا ما نشوف الأول، انا لما اجي اشوف الكيبورد بالشكل ده كده عندي اصابع بيضاء واصابع سوداء، ايه الفرق بينهم؟ دي النغمات الستاندر اللي هي الطبيعيه، دو ري مي فا سو لا سي، ودي النغمات المخفوضه والمرفوعه. يعني لو انا جيت قلت مثلا ده نغمه السي، يبقى لو انا رجعت للخلف يبقى كده في خفض. طيب السي دي هتبقى اسمها ايه؟ اسمها سي بيمول، كلمه بيمول يعني مخفوضه نص درجه، بيرمز لها بالرمز بي، وبتكون على اما على الخط او على المسافه على حسب النغمه المخفوضه. طب هو هنا عندي نغمه السي على الخط الثالث، يبقى دي اسمها نغمه السي بيمول، فين مكانها على الاورج؟ موجوده اهي، ادي سي اهي، دو ري مي فا سو لا سي، يبقى دي الدرجه السابعه مخفوضه اهي نص درجه. يبقى اما اجي اعزف نغمه السي بيمول هعزفها على الصابع الاسود الثالث اللي من الثلاث. موجود عندي في الدليل نغمه ثانيه عليها بيمول، انا طبعا حافظ اسماء الخطوط والمسافات، فالمسافه الرابعه اسمها مي، يبقى اسمها مي بيمول، اروح هنا اقول دو ري مي واخفض نص درجه يبقى انا مي بيمول. يبقى الدليل عندي هنا في السلم ايه؟ سي بيمول مي بيمول. طب ده دليل سلم ايه؟ لو سلم كبير، حد مثال على السلم الكبير والصغير ازاي انا اوصله؟ لو قلت سلم دو كبير اوصل السؤال ازاي؟ احنا قلنا ان الكبير بينظر للطفل الاسفل، يبقى بيرجع للخلف، يبقى هنرجع هنقول دو سي لا، يبقى انا هنا رجعت ثلاث نغمات اهو، عديت اول نغمه بواحد اثنين ثلاثه، دي بنسميها ثالثه صغيره. يبقى اي سلم كبير بينه وبين الصغير مسافه ثالثه صغيره. لو قلت سلم دو يبقى السلم الصغير ليه ايه؟ لا. طب سي السلم الصغير صول، طب لا السلم الصغير فا، وهكذا. ايه الصفه المميزه بين الكبير والصغير؟ الاب والابن مشتركين مع بعض في العيله واحده، يعني معناته ان انا الكبير ليه دليل يبقى الصغير ياخد دليله. لو انا عندي دليل سلم دو بيكون ابيض، يبقى انا دليل سلم لا الصغير ابيض. طب في صفه تانية مميزه، ان الصغير لازم نرفع فيه الدرجه السابعه. يبقى انا ايه هنا بقى ابدا اعرف الفرق؟ لو انا تلاقيت السلم ابيض دليله يبقى ده دليل سلم دو، ممكن يكون صغير. طب انا اعرف انه صغير منين؟ ادور بقى في المقطوعه، لو تلاقيت ان في المقطوعه في عندي علامه الدرجه السابعه مرفوعه اللي هي نغمه الصول ديز، يبقى ده سلم لا صغير. طب تعال نجرب الكلام ده في المقطوعه، دي عندي سي بيمول مي بيمول، هنا انا هروح لدايره البيمولات. دايره البيمولات سهله جدا، عندي دايره البيمولات هنا اسمها سي مي لار صدف، كل نغمة من دول بتبقى اسمها سي بيمول مي بيمول لا بيمول وهكذا. كيفية التعرف على السلم في الدايرة سهل جدا. لو انا جيت قلت عايز اجيب مثلا دليل سلم مي، بمشي في الدايرة لغاية المي واخد نغمة كمان، يبقى دليل سلم مي بيمول اسمه سي بيمول مي بيمول لا بيمول. طب اريد سلم سول بيمول، يبقى سي مي لا ري سول واضيف الدو. طب تعالوا لما نعكس، عندي سلم وليكن مثلا زي ما احنا شايفين هنا في المقطوعه دي سي بيمول مي بيمول، علشان اعرف ده سلم ايه بحذف اخر واحده ويبقى النغمه اللي قبلها هو اسم السلم. تعال نشوف الكلام ده في الدايره، عندي مثلا في الدايره دليل سي بيمول مي بيمول لا بيمول، بحذف الله ويبقى السلم اسمه مي بيمول الكبير. طيب لو جالي في الدليل سي مي لا ري سول، احذف السول
ويبقى السلم اسمه ري. يبقى انا عندي طريقتين، اما ان يجي لي اسم السلم وانا اريد اجيب الدليل، يبقى انا هقول سي مثلا، لو هو سلم سي بمول يبقى هقول سي بمول واضيف عليه نغمه. طب لو قالنا العكس، جالي مثلا سي مي لا، يبقى هلغي اخر واحده والنغمه اللي قبلها مباشره هو اسم السلم سي مي. يبقى الدليل هنا ايه؟ دليل لسلم سي بمول الكبير. طب في طريقه تانية ممكن، اما ان يكون كبير او صغير. لو الدرجه الاخيره من المقطوعه اللي هي بتكون النهايه في نغمه السي بمول، يبقى ده سلم كبير، سلم سي بمول الكبير. طب لو انا عندي في السلم هنا نغمه الصول، انا عندي هنا ممكن احتمال يكون سلم صول الصغير. طب اعرف منين سلم صول الصغير؟ لازم اجد الدرجه السابعه تكون مرفوعه. ايه هي الدرجه السابعه لسلم صول؟ تعالوا كده نعد مع بعض، دو ري مي فا صول. يبقى انا هبدا السلم من صول، الدرجه السابعه من صول ايه؟ صول لا سي دو ري مي فا. لابد ان لازم الفا ديس تكون في المقطوعه عشان يبقى ده سلم صول الصغير. نبدا نبحث في المقطوعه عن الفا ديس. فين الفا ديس؟ هنا فا ديس، فا ديس، ادي الفاضي زي، وادي الفاضي زي كمان مره ثانيه، وادي الفاضي زي كمان مره ثالثه. يبقى انا عندي ده احتمال كبير يكون سلم صول الصغير. طب ايه اللي هياكد لي ان هو سلم صول الصغير؟ هنشوف بقى التالف الاخير. التالف الاخير بيقول ايه؟ نغمه صول ونغمه السي، نغمه الصول ونغمه السي. لو جينا نبني تالف من الصول، صول سي ري، يبقى ده تآلف أو التآلف الدرجة الأولى من سلم صول، يبقى ده اسمه سلم صول الصغير. لو كان التآلف النهائي سي ري فا، لأن إحنا لما بنيجي نبني تآلف بنبني تلتات، يبقى ده سلم سي بمول الكبير. لكن علشان أنا عندي الدرجة الأخيرة من السلم، الدرجة الأخيرة فيها نغمة الصول ونغمة السي، يبقى ده تآلف صول سي ري. وعندي الفاضيز اللي هي الدرجة السابعة الحساس بتاع سلم صول الصغير، يبقى انا عندي هنا الدليل للسلم الكبير اللي هو سي بمول الكبير، ولكن الصغير اخذ دليله، لان الابن بياخد دليل الاب او بياخد لقب الاب، لكن بيختلفوا في الاسماء. يبقى لما اجي اقول لك المقطوعه الموسيقيه دي اللي بتجيلي في الامتحان، يقول لي المقطوعه دي من سلم ايه، اقوم على طول اروح للدليل واشوف اخر درجه وابحث داخل المقطوعه عن الحساس علشان اتاكد ان النغمه دي فعلا او السلم ده هل هو صغير ام كبير. طبعا طريقه الامتحان دايما بيجي لي سؤال يقول لي المقطوعه دي من مؤلفها، ايه هو السلم اللي موجود في المقطوعه. ايضا ممكن يسالني على الميزان. طبعا الميزان هنا 2/4، ميزان بسيط. مثل ما احنا شايفين وسائل التعبير والتصوير واضحه جدا. عندنا هنا الاقواس دي اللي هي بنسميها الليجاتو اللي هو اللحن المتصل. هنجد هنا عندنا الاستكاتو اللي هو النقاط اللي تكون على النغمات بحيث انها تعزف متقطعه. عندي هنا البي اللي هو البيانو اللي هو الخافت، الصوت بيكون خافت. هنا الكريشندو وهنا الدمنوندو، ومعنى كلمة الكريشندو يعني التدرج من الخافت إلى القوي، والدمنوندو يعني المتدرج من القوي إلى الضعيف أو الخافت. طبعا كلمة ريت دي معناته إن المؤلف بيطلب من العازف إن هو يعزف هنا في تدرج في السرعة. طبعا السرعة بتكتب في أعلى يسار المقطوعة في بداية المقطوعة مباشرة، ودي هنا أندنتينيو، والاندنتينيو هنا بإحدى درجات التوسط في السرعة. الأرقام اللي بتكون أسفل النغمات في اليد اليسرى دي بتدل على أرقام الأصابع. احنا عارفين الأصابع اليد اليسرى درسناها في صف عاشر، إن الأصبع اللي هو الإبهام بيبدأ برقم 1 وبنبدأ نرجع للخلف 1 2 3 4 5. أما اليد اليمنى فالأرقام تكون أعلى النغمات وبتكون عكس اتجاه اليد اليسرى. طب لو انا حبيت ان انا اقرا المقطوعه صلفائيا، طبعا طبيعي ان احنا قبل ما نقرا مقطوعه صلفائيا لازم ان احنا نقراها ايقاع الاول. عندي هنا في بدايه المقطوعه عندي المزوره ناقصه، وتكملتها بيكون في اخر المقطوعه. المزوره هنا المفروض تكون 2/4، يعني 2 نوار. انا عندي هنا نوار بوينتي، والبوينتي يعني جاي من كلمه بوينت يعني نقطه، يبقى 1.5.
يبقى فاضل لي النص. النص فين مكانه؟ موجود عندي هنا في بداية المقطوعة اللي هو out of beat. بعد كده طبعا المقطوعة مكونة منه نصين نصين يعني انوار، وعندي واحد ونص نص يعني اتنين وهكذا. طب انا عايز اقرأ المقطوعة، اقرأها الاول صلفائي. انا طبعا دي نهائي العلامة الكروش بتنطق اما طا او تي، لو هي رقم اتنين في العلامة فبتنطق تي، فانا هنا ده رقم اتنين لان دي الاخر، دي اخر المزورة، يبقى دي تي. بعد كده تطي تطي طاتي، بعدين تطي تطي طاتي. انا عايز اشيل الطا والتي واحط مكانها اسم النغمه. النغمه اللي قبل الخط الاول اسمها ايه؟ ري. والنغمه اللي على الخط الثاني اسمها صول. والنغمه اللي على المسافه الثانيه اسمها لا. واللي على الخط الثالث اسمها سي. واللي على المسافه الثالثه اسمها دو. واللي على الخط الرابع اسمها ري. يبقى انا لما هقول ايقاعي تي تطي تطي تا تي تطي تطي تا تي تطي 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 في تطي تا تي تا وهكذا. أشيل كلمة الطا والتطي وأحط مكانها أسماء النغمات، بدل ما بقول تي تطي تطي تا أو مايل إيه ري صول لا سي دو ري ري دو سي مي دو ري ري دو ري مي دو ري مي ري دو سي لا سول سول. يبقى قبل ما اقرا هنا لازم ان انا اكون محافظ على البيت او الزمن اللي انا هقرا بيه، فهاخد مثلا تيمبو بطيء علشان اعرف اقرا. اقول 1 2 1 تو تي تطي تطي تا تي تطي تطي تا تي تطي 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 في تطي تا تي تا. اوكي نبدأ نلغي الطا والتطي ونحط مكانها أسماء النغمات. أنا هقرأ صلفائي مش هغني، في فرق بين القراءة الصلفائية والغناء الصلفائي. الغناء هو إن أنا أغني النغمة بتردد اللحن ليها، إنما أنا هنا هقرأ فقط. فأقول ري سول لا سي دو ري، بس بدل ما كنت بقولها كده هقولها بنفس الزمن الإيقاعي اللي أنا كنت ماشي عليه اللي هو تي تات. يبقى هنقولها الأول إيقاعي وبعدين نقولها بالنغمات. تي تات تي تات تي تا تي تات تي تات تي تا ري سول لا سي دو ري ري دو ري مي دو ري. انا كده قرات سولفات. لما اجي اعزفها هعمل ايه؟ هروح لنغمه الري اللي هي بين الاثنين الاسود. انا دو ري ادي ري، هقول ري سول. شايفين دو دو ري مي فا سول، يبقى ري سول ري سول لا سي دو ري لا سي دو ري. بس انتبه هنا الحاج ان انا عندي نغمة السي هنا ايه في الدليل مخفوضة، يبقى انا هعزفها على الاسود. يبقى ري سول لا سي، خد بالنا من السي اهي، دو ري. بعدين ري دو ري اهي، ري دو ري ري دو ري مي دو ري مي دو ري. يبقى المي هنا بيمل لانها مخفوضة في الدليل اهي. يبقى ده فايدة ان انا الدليل ان انا اعرف اماكن العزف فين. زي بدل ما كنت بقول تي تات تي تات تي تا هقول ري سول لا سي دو ري ري سول لا سي دو ري. بعدين تي تات تي تات تي تا ري دو ري مي دو ري ري دو ري مي دو ري وهكذا. طبعا ده اللي بيخص اليد اليمنى. اما اليد اليسرى فده احنا طبعا بيبقى على مفتاح فا، وطبعا القراءة في مفتاح فا مختلفة عن قراءة في مفتاح صول. هنا طبعا هو المطلوب مني في المقطوع هنا هو قراءة النغمات على مدرج مفتاح صول، قراءة صلفائية، والتعرف على تحليل المقطوعة، وده اللي احنا عملناه اليوم.
ولو جالنا زي ما انا قلت في الامتحان بيجي لي شكل المقطوعة بالشكل ده، وبيطلب مني يقول لي اسم المؤلف، اسم السلم، نوع السرعة فيه ايه، ايه هو الميزان. دي بتكون الحاجات البسيطة اللي بتبقى مطلوبة في المقطوعة. اتمنى يكون الشرح عجبكم، واتمنى لكم كل التوفيق. ما ننساش الاشتراك في القناة اللي ما اشتركش عشان تتابعوا الفيديوهات، فعلوا زر الجرس واللايك والكومنت، ولو في اي اسئلة او استفسارات في الكومنتات. لكم مني كل التقدير والاحترام والتحية، وان شاء الله بإذن الله ربنا يوفقكم. إلى اللقاء في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.